حقيقة في عندنا مجموعة من الأساسيات كده لازم ناخدها في اعتبارنا في الريسك مانجمنت. أول حاجة لازم نعتبر الفيليرز اوف ذا ديفايس فور ريزونز اذر ذان يوز، يعني انها مختلفة تماما وان احنا لازم نعالجها بطريقة مختلفة. يعني ما ينفعش اقول ان الميكانيكال فيلير او اقول ان الالكتريكال فيلير او الالكترونيك فيلير ده جزء من الديفايس يوز او ديفايس، يعني الريسك اللي انا بحاول اعمله مانجمنت. لا، انا بتكلم هنا على المانجمنت اوف ذا يوز ايرور ريسك، مش بتكلم على اي حاجة تانية. اوكي، فاي حاجة ملهاش علاقة بالديفايس يوز ما يعني لازم تبقى تريتد سيبريتلي لان دي ملهاش علاقة. الحاجة التانية mitigations for identified use errors related to important tasks should be validated by actual users. يعني ما ينفعش ان انا اعمل الطرق بتاعت الميتيجيشن او الطرق بتاعت معالجة المشاكل اللي حصلت في اليوز ايرورز دي، ما ينفعش ان انا اخلي الناس اللي هم شغالين في الديزاينرز هم اللي يعملوا ايفالويشن. لا، ده أنا لازم اجيب اكشوال يوزرز، الناس نفسهم اللي هم حصلت لهم المشاكل دي او ممكن تحصل لهم المشاكل دي، هم اللي لازم يجربوا الجهاز في وضعه الجديد عشان اتاكد ان هو فعلا المشكله دي اتحلت. لو الاكشوال يوزرز مش هم اللي بيعملوا تيستنج لحاجه زي كده، يبقى انا هعرف ازاي ان المشكله دي اتحلت. الحاجه اللي بعد كده لازم ان انا ابص على حاجات سبيسيفيك قوي اللي هي الحاجات اليوز ايرور سيناريوز اللي ممكن يتسبب منها مشاكل ممكن تكون كارثيه. يعني بيسك لو انا عندي حاجه ممكن هي تتسبب في ان مثلا يحصل ان البيشنت بتاعي ده يبقى عليه مثلا الكتريكال يعني كارنت، مثلا ممكن هو يتسبب مثلا يحصل له حاله وفاه. اوكي، يعني ممكن توفى. اوكي، فلازم اخد في اعتباري الحالات الخطيره دي واعمل لها يعني اجرب كل السيناريوز بقى اللي لها علاقه بيه، اجرب بقى كل الحاجات الممكنه اللي ممكن تتسبب في حاجه ممكن تكون خطيره، عشان دي مهمه جدا. ولازم لو في عندي حاجه لقيت انها لها بوتنشال انها تسبب لي مشكله زي كده، لازم اعمل لها يعني فيرذر انفستيجيشن. يعني لازم يبقى عندي يعني في حاجات اساسيات كده، وفي حاجات بقى لا ده انا بخش فيها في تفاصيل. فالحاجات اللي بتسبب catastrophic consequences او حاجات بتسبب مثلا مشاكل كبيره للانجري مثلا للبيشنت او حاجه زي كده، لازم اخدها في اعتباري بشكل ادق بكتير واجرب فيها حاجات ما كنتش بجربها في حاجات تانية. نفس الكلام بالظبط بنقوله we have to include scenarios that cover aspects of use associated with risk emphasized by priority. يعني انا دلوقتي عندي حاجات مثلا بتعمل انجري للبيشنت، كويس، اللي هي بنتكلم عليها هنا، حاجات اللي بتعمل انجري للبيشنت دي حاجه ممكن هي تسبب انجري والانجري ده يبقى خطير لدرجه ان هو ممكن يخلي البيشنت يتوفى، وفي حاجات تانية ممكن تعمل انجري معناها ان هي يعني ممكن هي تعمل مثلا حاجه تخلي البيشنت يتالم مثلا. اوكي، في فرق بين انا اخلي البيشنت يتالم وفي فرق بين اخلي البيشنت يبقى عنده حاله صحيه حرجه ممكن هي تؤدي للوفاه. اوكي، فلازم احط برايورتيز، يعني احط الحاجات اللي بقول عليها بتعمل يعني انجري للبيشنت واحطها حسب البرايورتي بتاعتها وابتدي اتكلم عليها باي برايورتي، يعني اركز على الحاجات اللي البرايورتي بتاعتها اعلى طبعا، وكل ما يعني يبقى طبعا مهتم بيهم كلهم، بس الاولانيه خالص الحاجات اللي لها برايورتي عاليه دي لازم ان انا يبقى يعني ميك شور انها اتحلت الاول قبل ما اخش الحاجات اللي بعد كده. بعض الناس بيقولوا ان المفروض at least 15 or more users يبقوا involved في usability testing. اوكي، يعني المفروض طبعا يبقوا broadly representative of the population of users، يعني جايين من كل انواع المستخدمين. اوكي، لو انا فرضا الجهاز بتاعي هو نفسه بيستعمل بتكنيشن وبيستعمل بطبيب وبيستعمل بممرضه، لازم ال 15 دول يتقسموا على الايه؟ يتقسموا على البوبيليشنز الثلاثه دول. و15 ده طبعا رقم يعني الحقيقه ما هوش حاجه كده يعني منزله، يعني دي المفروض ان دي حاجه ده الناس بتقول يعني حوالي كذا. كل ما كان اكتر طبعا كل ما كان احسن، كل ما كان اقل لازم ابقى واخد بالي عشان ما يبقاش برضو في حاجات انا مش واخد بالي منها، او في حاجات انا يعني العدد القليل اللي انا خدته بتاع اليوزرز ده ممكن يخليني ما اشوفوش. الحاجه اللي كنت لسه بتكلم عليها برضو فوق members of the design team should not participate in the evaluations of use. المفروض actually design team شغلانته ان هو يعمل حاجه اسمها verification. verification معناها انا دلوقتي بعمل تصميم لحاجه، التصميم ده المفروض ان انا اتاكد ان هو بيعمل الفانكشن اللي انا صممته علشانها.
ده اسمه فيريفيكيشن. الفاليديشن بقى هي المرحله الاخرانيه خالص، اللي هو اتاكد ان الجهاز ده بيعمل الفانكشن بتاعته، الكلينيكال فانكشن بتاعته مظبوط. دي مفروض ان مفيش اي حد من ديزاين تيم يبقى مفروض فيها خالص، اوكي؟ فدي حاجه مهمه جدا. بالاضافه طبعا للجزء دوت، ممكن ان احنا نضيف عليه كمان، لو احنا عندنا موظفين في نفس الشركه اللي بيعمل فيها اللي بيتعمل فيها الجهاز دوت، ممكن يبقى في طبيب موجود في الشركه دي، اوكي؟ لو في طبيب بيشتغل في الشركه دي، بيشتغل مع المهندسين في ديزاين تيم، الطبيب ده مش مفروض برضو يشارك في الايفالويشنز اوف يوز، لان هو بيتند ان هو يعني ده الجهاز بتاع شركته، عايز ان هو يطلع بسرعه، فهيبقى عنده بايس ان هو ممكن يخلي الجهاز ده يبقى ايه، او يعني الكومنتس بتاعته تبقى مور اور ليس هتبقى بوزيتيف بس، مش هتبقى فيها نيجاتيف كومنتس. فيعني مش عايزين يبقى فيه اي بايس خالص من ناحيه الايه، من ناحيه التايب اوف يوزرز اللي احنا بنعمل بيهم ايفالويشن. ممكن برضو نستعمل بعض الحاجات في الاول خالص بقى، زي الايز اوف يوز، يعني فيها ريتنج زي الايز اوف يوز والانتويتيفنس، يعني هل هو سهل الاستعمال، وهل هو يعني بالنسبه لليوزرز يعني بيشتغل بطريقه كده طبيعيه، مش يعني انتويتيف، يعني معناها ان هي الواحد دايما بيتوقع الحاجه بيلاقيها. الحقيقه دي بتستعمل في الاول خالص، يعني المفروض انها تستعمل في اول بروتوتايب في الجهاز، او اول فكره للجهاز خالص، هو الفيرست كونسبت ديزاين، يعني المفروض يبقى هو فيه الكلام ده. بس ما ينفعش ان انا اقول ان انا في الاخر خالص في الفاينل ايفالويشن يبقى الريتنج بتاعي ايز اوف يوز وانتويتيفنس، لازم يبقى في عندي حاجات اعقد من كده شويه، حاجات اكتر من كده مفصله عن كده شويه، لان الحاجات دي جنرال زياده، اوكي؟ انا ممكن ان انا في الاول خالص اخد الايز اوف يوز دوت والانتويتيفنس لكل واحده من الفيتشرز اللي موجوده في الجهاز، واشوف الحاجات اللي هي ما هياش يعني محققه سكورز عاليه في الحاجتين دول، ونبتدي نعملها انفستيجيشن فيرذر. بس ما ينفعش برضو زي ما بقول كده ان احنا يعني نستعمل حاجه فيج كده، يبقى هي دي الميجر بتاعي في الايه، في الايفالويشن اوف ايه، اوف يوز ايرورز.